هاي. جائزة الأوسكار هي عبارة عن تمثال على شكل فارس بيحمل سيف وواقف على شريط فيلم. طول الجائزة 34 سنتيمتر ووزنها 3.5 كيلو. هي مغطسة بالذهب، صنع المدير الفني بام جي ام سيدريك جيبنز. تم تقديم الجائزة للمرة الأولى ب 16 أيار 1929 لأميل جينينغز كأفضل ممثل عن أدائه بـ The Last Command و The Way of All Flesh. بعض مراجع بتقول إنه سعر بيع التمثال هو بين 400 لـ 1,360,000 دولار، وستيفن سبيلبرغ اشترى جائزة باتي ديفيس ب 578,000 دولار. بس في قانون صدر سنة 2015 حصر إعادة بيع التماثيل للأكاديمية بدولار واحد، وإذا بدنا نحكي عن كلفة التمثال فهي 400 دولار. مين قال إنه اسم التمثال أطلقته أمينة مكتبة الأكاديمي مارغريت هاريك لما قالت إنه خلفيته تشبه عم أوسكار؟ أنا قال بشوفكم بكره.